جنود مجهولون يواصلون العمل ليل نهار لخدمة أبناء بلدهم، يهرعون في الحرب لإنقاذ الجرحى وفي السلم أيضاً. أينما يكمن الخطر يتوافدون في دجى الليالي، وفي وضح النهار يحاولون قدر الإمكان ترطيب جراحات أبناء شعبهم. وهنا نتحدث عن طواقم الإسعاف الذين خرجوا بتظاهرة يطالبون فيها بحقوقهم المسلوبة. نطالب بساعات الإضافية، نطالب الأرزاق، نطالب بإنصافنا الباقي، تحويل مدير الإسعاف الفوري إلى مديرية، لأن عندنا الإفادات والعلاوات تتأخر أكثر من 3 أشهر 4 أشهر، يحاولون على تصير مديرية، حالنا حال الدفاع المدني، حال باقي الوزارات. بدنا تعرف إحنا الإسعاف الفوري بالزيارات ندار 24 ساعة، الزيارات المليونية بنصير بلعبات من لاعب مرابطات، هاي المظاهرات الأخيرة إحنا مرابطين بيها. زين أسأل أحكي لك، رواتب إحنا السواق، أنا خدمة عندي 16 سنة 500 ألف، كان عندنا ساعات إضافية ناخذهن 200 ألف قطعوهن، الإفادات يطعون، خطورة ما عندنا. طبعا خطورة مدى يطون للسواق، خطورة ماكو، يعني لو هو المفروض بالقانون إذا استلم سيارة بذمته يطون 88 ألف، هاي يسموها بدل مهارة، وخطورة ما ينطو، فيخيروا بين الخطورة والمهارة. احنا نطالب بالخطورة اللي هي 100% أسوة بإخواننا الموجودين بالدفاع المدني أو بالداخلية، لأن احنا قاعد نشارك بالمعارك وبالانفجارات وبالحروب وبكل المشاكل اللي قاعد تصير، احنا قاعد نشارك بها. الإسعاف الفوري قاعد يشاركون، شاركنا بالأنباء، شاركنا بالموصل، شاركنا بكل المحافظات العراق، فنطالب بالخطورة 100%، ونطالب بساعة الإضافية، ونطالب بدل الأرزاق يعطونا فلوس بمكانهن، ونطالب بصرف الإفادات. منتسبو الإسعاف الفوري أكدوا مظلوميتهم، فهم لا يتقاضون أي مخصصات على رواتبهم رغم عملهم الشاق والخطير. الإسعاف الفوري مظلومين، خطورة ما عدنا، أرزاقنا تعبانة، ساعات إضافية ماكو، وتدري أنت شغلة الإسعاف ويا الحوادث ويا المظاهرات، يعني إسعاف الفوري مظلومين. احنا سواق يعني ما نستلم خطورة، جانا نستلم مهارة 87 ألف، زين، وساعات إضافية ما عندنا، جانا دام 24 ساعة، يعني 24 ساعة متواصلة، 8 الصبح ثاني يوم 8 الصبح، وتعرف بعد شغلنا احنا إسعاف فوري. ويبقى منتسبو الإسعاف الفوري يطالبون بأبسط حقوقهم، فهم مستهدفون في كل مكان وزمان، ومع ذلك فهم لا يتوانون عن خدمة أبناء بلدهم في كل الظروف.